وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة جميلة السلمان، استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي. أهلا بك دكتورة في نشرة الأخبار الثامنة. ما أهمية الجرعة التنشيطية لمواجهة متحور أوميكرون؟ مساء الخير جميعا، يعطيكم ألف عافية. مثل ما تفضلتين أن طبعا بعد عامين من التعامل مع جائحة كوفيد 19 توجد بعض الدلائل العلمية واللي أشارت إليها نتائجنا في مملكة البحرين والدراسات العالمية العلمية إلى أهمية الجرعة المنشطة في تعزيز درجة المناعة الموجودة في جسم أي شخص منا تو أكونت فيه وجود الكوفيد 19 اللي هو الفيروس الأصلي أو المتحورات أو في وجود متحورات جديدة الموجودة في الوقت الحالي. فالدلائل العلمية اللي موجودة واللي أثبتت الدراسات إن هذه الجرعة المنشطة جداً جداً مهمة في رفع درجة المناعة، بحيث أنها فعلاً تقلل من درجة انتشار الفيروس في المجتمع، وفي حالة الإصابة تقلل من شدة الأعراض اللي يصيب بها، وتقلل من نسبة الإصابة بالالتهاب الرئوي بعد الإصابة ودخول العناية المركزة ولا سمح الله حتى حالات الوفاة. فمهم جداً لكل من تطبق عليه هذه الشروط للتطعيم وأخذ الجرعة المنشطة الإقبال عليها، لأن فعلاً راح تساعد في تقليل هذه الحالات بالذات الشديدة منها والوفيات. نعم دكتورة جميلة، كيف تنظرون للشائعات المتزايدة بشأن المتحور الجديد، وهل من رسالة توجهونها للجمهور؟ بالنسبة إلى الشائعات طبعاً إحنا نطلب من الجميع أنه ما يكون يستمع إلى هذه الشائعات ويأخذ جميع المعلومات من المصادر الرسمية الصحيحة والطبية اللي راح تعطي المعلومات الصحيحة عن هذا الفيروس وعن المتحور الجديد وطريقة انتقاله وطريقة الإصابة به، لأن هذه الشائعات راح تكون بتكون فقط هي مصدر لإثارة قلق وخوف، وهذا احنا ما نحتاج له في هذا الوقت، بالعكس انه راح يأثر سلبا على درجة استجابتنا وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللي فعلا أثبتت من خلال التجارب ومن خلال معاملتنا والتعامل مع جائحة كوفيد 19، جائحة بهذا الحجم، إن هذه الإجراءات الاحترازية سواء كانت من حيث التطعيم أو الجرعة المنشطة أو الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي ونظافة الأيدي، إنها فعلا فعالة في تقليل الإصابة. فمهم جدا للجميع المواطنين والمقيمين أخذ المعلومات من الجهات الطبية الصحيحة والجهات الرسمية، ونتعاون جميعا لتطبيقها فعلا لتقليل الحالات وهذه الجائحة. نعم الدكتورة جميلة السلمان، استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع سلمانية الطبي، شكرا جزيلا لك.